صفة الأندية المصرية الأهلي والزمالك حققوا انتصارات كثيرة جدا ومهمة في تاريخ الأندية المصرية، ولكن أهم هذه الانتصارات كانت في هذا الأسبوع. حلقوا في سماء كازابلانكا ليحققوا انتصارات يضع بها قدما في المباراة النهائية، تاركين خلفهم فرحة الملايين من الشعب المصري، وتحديدا من عوام الناس وأفراد الشعب الكادح، فرحين بما آتاهم النادي الأهلي ونادي الزمالك. أفراد الشعب المصري هم الذين لا حيلة لهم غير تشجيع ناديهم المفضل، ولا جنة لهم غير مبارياته. هم جنود لا تعرف أسماءهم ولا يعنيهم أن تعرف، هم فقط يتغنون باسم ناديهم المفضل ويعزفون أمجاده ألحانا تعينهم على كد الحياة ومشقتها. فالأهلي هو كنز لجمهوره الذي لا يفنى، وجمهوره هو جيشه الذي لا يهزم. أما الزمالك فهو القلعة المحكمة التي لا يخرج منها أحد، وبداخلها جمهوره يرفع علم الوفاء والانتماء. قدما واحدة في النهائي جعلتني أتغنى بالجماهير المصرية، وتحديدا بجماهير الأهلي والزمالك، ناسين أن هناك مباراة أخرى وشوط آخر في القاهرة يبدأ من مساء اليوم. ولكن فما بالك إن كانت المباراة النهائية تجمع بين الأهلي والزمالك. حقا إنها مباراة ستهتز القاهرة من أجلها، ولم لا ستهتز معها الجماهير. فالبطولات للأندية والاحتراف للاعبين والانتماء للجماهير. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في الفقره الرياضيه من برنامجكم اخر الاسبوع. بدايه قبل ما ندخل في التفاصيل، حابب اوجه يعني الشكر والتقدير لافراد الجيش المصري وشرطتنا العظيمه، وبمناسبه تخرج دفعه جديده منهم في 2020، وتحديدا كتيبه 104. ويعني اوجه التهنئه لصديقي واخي وابن خالتي الملازم طارق لمعي، ومتمنيا له دوام التوفيق في حياته القادمه، وباذن الله يعني نشوفه في اعلى المناصب هو وزملائه حامين الوطن في كل مكان. يلا بقى بينا كده نبدا اخبارنا سريعه النهارده، وتحديدا كده والخبر الاهم والاخبار المهمه وهي اخبار نصف النهائي الافريقي، وتحديدا بدايتنا مع النادي الاهلي اللي واجه نادي الوداد في كازابلانكا وقدر ان هو يحقق انتصار قوي جدا بهدفين مقابل لا شيء. بدا المباراه ب يعني هجوم قوي للنادي الاهلي وسيطره على اجواء اللقاء، والحقيقه برضو السيطره دي كانت في طول فتره المباراه، والاستحواذ كان لصالح النادي الاهلي. مجدي قفشه احرز الهدف الاول باستغلاله خطا لدفاع فريق الوداد في الشوط قبل نهايه الشوط الاول. الحكم احتسب ضربه جزاء لنادي الوداد، ولكن الشناوي يتصدى لها بجداره، وينتهي الشوط الاول بتقدم الاهلي 1-0. في الشوط الثاني بقى النادي الاهلي قدر ان هو يعزز موقفه ويعزز الهدف بهدف ثاني عن طريق علي معلول بضربه جزاء مهمه جدا. يعني المباراه انتهت ب 2-0 زي ما قلنا، وهي مباراه مهمه جدا، ولكن لسه في شوط ثاني هنا في القاهره هنتكلم عنه. ولكن قبل ما نتكلم عن الشوط الثاني اللي لسه هنا في القاهره، نتكلم عن الشوط الاول في مباراه الزمالك والرجاء اللي انتهى بفوز الزمالك 1-0. أحرز هدف الزمالك بن شرقي عن طريق عرضية لي من أحمد سيد زيزو، وفي الحقيقة برضو اللي لفت نظري في الهدف ده إن كانت التمريرة من الناشئ أحمد عيد اللي الكتير كان متخوف منه، ولكن قدر إن هو يعني يساعد في هدف اللقاء الوحيد. مباراة الرجاء والزمالك طالما اتكلمنا عنها يبقى لازم ننهي الملف ده. كان المفروض الإياب يكون غدا يوم السبت، ولكن الاتحاد الافريقي اصدر قرار بالامس بتاجيل اللقاء الى يوم 1/11. فيعني ايه ملابسات القرار ده او ايه اللي حصل؟ البدايه كانت من نادي الرجاء بعد الهزيمه من النادي الزمالك في كازابلانكا، اعلن اصابه 8 لاعبين من لاعبيه. بعدها بدات الاخبار تنتشر ان الرجاء بيتواصل مع الاتحاد الافريقي لتاجيل اللقاء، ولكن بعد الثمان لاعبين اللي جالهم اصابه كورونا. في الوقت ده المستشار مرتضى منصور اعلن انه موافق على تاجيل اللقاء من مبدا الاخوه العربيه والاخوه القوميه. بعدها ارتفعت الاصابات الى 15 وتزايدت الاخبار، واصدر نادي الرجاء بيان ذكر فيه انه تم التواصل مع اللجنه الطبيه بالاتحاد الافريقي، وتم التواصل مع كذا جهه معنيه منهم رئيس الجامعه المغربيه وهو الاستاذ فوزي لقجح. وايضا الخبر هو الاهم في هذا الموضوع ان الحكومه منعت الرجاء من السفر ل يعني ايه
اعتبرت ان هو موبوء وقالت حفرت عليه حجر صحي مش هيسافر قبل يوم 28. بالامس اصدر الاتحاد الافريقي القرار الرسمي بالتاجيل، بعدها تم رفض القرار من المستشار مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك، وينزل على صفحته الشخصيه خطاب بيقول فيه ان هو بعت جواب للاتحاد الافريقي قبل القرار ما يصدر وبيرفض فيه تماما اللي حصل. المباراة اتأجلت ولكن احنا ثقتنا كبيرة جدا في نادي الزمالك في تحقيق فوز ثاني على نادي الرجاء والصعود الى المباراة النهائية بإذن الله. الشوط الثاني بقى من مباراة الأهلي مع الوداد اللي هتتلعب النهاردة في تمام الساعة 9 مساء. مباراة الإياب زي ما قلنا من شوية، مباراة الذهاب انتهت 2-0، فمباراة الإياب يعني هتعتبر نسبيا سهلة للنادي الأهلي، ولكن برضو تظل هي مباراة قمة، مباراة نهائي مبكر، مباراة من أهم مباريات الموسم للنادي الأهلي، لأن الوداد بيدخل المباراة بصفوفه كاملة بعد إجراء المسحة الطبية. الوداد يدخل بصفوفه كاملة وهكذا النادي الأهلي يدخل بصفوفه كاملة خالية من الكورونا ولكن بإصابة بعض اللاعبين، أبرزهم حتى الآن الكهرباء اللي هيكون على دكة البدلاء واللي حتى الآن ما تحددش مشاركته، وبالأمس كان في حصل شد خفيف لعلي معلول وبنسبة كبيرة مش هيكون موجود راحة ليه، وده رأي الجهاز الطبي، ولكن يعني علي معلول جاهز، علي معلول سليم ولكن الجهاز الطبي مش حابب يغامر بيه. حكم اللقاء ده هو فيكتور جوميز، يعني فيكتور جوميز الحكم الافريقي هو حكم اللقاء ده، نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته النهارده. هيلعب بالزي الرسمي هو اللون الاحمر، والرجاء هيلعب بالزي الاحتياطي الثالث ليه وهو اللون الازرق. ده كده فيما يخص نصف النهائي الافريقي، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ونادي الزمالك لنرى نهائي الحلم، نهائي اسطوري على استاد القاهره. فيما بقى يخص الكونفدرالية، كان عندنا بيراميدز واجه حوريا كونكاري الغيني وقدر ان هو يحقق فوز غالي وثمين على نادي حوريا كونكاري الغيني بهدفين مقابل لا شيء. حصل على افضل لاعب في المباراه عبد الله السعيد، اللي كل ما بيكبر كده كل ما بيحلو. عبد الله السعيد من اللعيبه الكويسه ومن اللعيبه اللي تتمنى ان هم يكونوا موجودين في فريقك. حصل على افضل لاعب في اللقاء وصعد بعدها نادي بيراميدز الى المباراه النهائيه اللي هتكون يوم الاحد في تمام العاشره مساء امام نهضه بركان المغربي. كل التوفيق لنادي بيراميدز المصري، نادي حديث يعني النادي الحديث في اول مشاركه ليه افريقيه قدر ان هو يصعد الى المباراه النهائيه. عندنا انديه كتير من اول مشاركه قدرت ان هي تصعد، منها غزل المحله في موسم 74 صعد للنهائي، منه هالمقاولون برضو صعد للنهائي، والاسماعيلي صعد للنهائي في اول مشاركه ليهم. الانديه المصريه بتكتب التاريخ ونادي بيراميدز داخل التاريخ من اوسع ابوابه، ونتمنى ليه كل التوفيق وباذن الله يكون السوبر مصري، سيطره وهيمنه من الانديه المصريه على افريقيا بالتمام والكمال ان شاء الله. علشان بقى نقرب اكتر من الاحداث دي، عندنا مكالمه مهمه جدا من المغرب مع الصحفي الاستاذ يوسف العريجي الصحفي بموقع سبورت وان المغربي. المكالمه جاهزه يا شباب معانا؟ صباح الخير يا استاذ يوسف، اهلا بيك في اخر الاسبوع. محمد عبد السلام، تحية طيبة للشعب المصري الشقيق وشكرا على الاستضافة. في البداية كده حابب أعرف من حضرتك كيف تناولت الصحف المغربية تفوق النادي الأهلي والزمالك على الوداد والرجاء في نصف النهائي الأفريقي، وهل كانت تلك النتائج متوقعة أم لا، وأيضا كيف تناولت صعود بيراميدز للمباراة النهائية في أول مشاركة ليه، وهل كان متوقع ذلك؟ في الحقيقة كان هناك إجماع وسط الأوساط الرياضية هنا في المغرب وخاصة عشاق فريقي الوداد والرجاء على أن المستوى لم يكن وفق التوقعات والتصورات. شاهدنا فريق الوداد يسقط بهدفين ضد الأهلي، وبعده بيوم الرجاء ينهزم بهدف ضد الزمالك، يعني أشد المتشائمين من أنصار الفريقين لم يكن يتوقع هذا السيناريو المخيب للأمل. أما بالنسبة لتأهل بيراميدز لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية فالأمر لم يكن مفاجئا بالنظر لمسار الفريق في البطولة هذا الموسم. شاهدنا بيراميدز يفوز داخل أرضه وخارج أرضه وبحصص كبيرة. بيراميدز كذلك أصبح منافسا قويا للأهلي والزمالك في المسابقات المحلية في الموسمين الماضيين، لذلك كما قلت تأهله للنهائي لم يكن مفاجئا. اكيد طبعا بيراميدز اصبح من انديه القمه، ولكن بخصوص مباراه يعني الاهلي والوداد، هل الوداد قادر على الصعود ام ان المباراه شبه مستحيله؟
نعم، نعلم أن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق الوداد الرياضي، خاصة بعد الهزيمة هنا في الدار البيضاء بهدفين دون رد، لكن نأمل أن يستحضر لاعبو فريق الوداد غزواتهم الإفريقية في السنوات الأخيرة التي مكنتهم من التربع على عرش القارة السمراء سنة 2017، ولما لا العودة ببطاقة التأهل من القاهرة ضد الأهلي. في الجانب الاخر بقى، في الجانب الاخر من نصف النهائي الافريقي، الزمالك والرجاء بعد صدور القرار بتاجيل المباراه، هل هذا القرار عادل؟ لان عندنا حسنيه اغادير وعندنا نهضه حسنيه اغادير وحوري كنكاري طالبوا بالتاجيل، والرفض الرفض كان يعني المقابل كان الرفض من الكاف، وما الاختلاف بين الرجاء وتلك الانديه لعدم الاستجابه لهم. بالنسبة للفرق بين الرجاء والأندية الأخرى فالفرق واضح وجلي، فريق الرجاء وجد نفسه مجبرا أمام قوة قاهرة، إصابة جل لاعبيه بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وزارة الصحة تمنع الفريق من التنقل إلى مصر، تفرض حجرا صحيا على لاعبي الفريق المصابين، لذلك قرار الكاف بتأجيل المباراة كان الأنسب والأمثل حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف، كما أن هناك إشادة بمسؤولي فريق الزمالك هنا بالمغرب خاصة في الأوساط الرجاوية، لأنهم رحبوا بقرار التأجيل حتى قبل صدور قرار الكاف، لذلك كما قلت تأجيل المباراة كان هو القرار المثالي من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. يعني في الحقيقه انا لسه كنت بقول ان المستشار مرتضى منصور قبل صدور القرار كان مرحب بيه، ولكن بعد الصدور يا استاذ يوسف كان رافض تماما ليه. ولكن اللي يهمني دلوقتي فنيا، هل الرجاء قادر على العوده مره اخرى في مباراه الاياب هنا بالقاهره والصعود الى المباراه النهائيه، ام المهمه صعبه ويعني ده كان طلب الرجاء؟ ايه الاخبار، يعني توقعاتك ايه للمباراه دي؟ بالنسبة لمباراة الإياب بين الرجاء والزمالك، فريق الرجاء الرياضي عود أنصاره على مباريات كبيرة في القارة الإفريقية، كما أن جل ألقاب فريق الرجاء الإفريقية كانت خارج أرض الوطن. فريق الرجاء بالمستوى الذي ظهر به في الشوط الثاني أمام الزمالك طمأن أنصاره، وهناك إجماع على أن الفريق الأخضر بإمكانه العودة ببطاقة التأهل من القاهرة، وهنا نستحضر مباراة سابقة بين الفريقين على المستوى العربي في بطولة دوري أبطال العرب سنة 2006، الرجاء انهزم ذهابا هنا في المغرب بالرباط أمام الزمالك بهدفين دون رد، وفي الإياب الرجاء تمكن من تجاوز خسارة تمام. الذهاب وانتصر بثلاثة أهداف نظيفة ليتأهل للدور الموالي، ومن ثم إكمال المسار نحو التتويج بالبطولة سنة 2006، لذلك تمام. نتمنى ونأمل أن يكرر الرجاء إنجازه العربي ضد الزمالك هذه المرة على المستوى الإفريقي. تمام. سريعا توقعاتك لبطل الكونفدرالية ودوري الأبطال لو استاذ يوسف، يعني سريعا عشان الوقت. بالنسبة للتوقعات فريق، يعني بما أنني مغربي فأتمنى جيدا أن يصعد فريق الرجاء والوداد للمباراة النهائية حتى يكون يعني دوري أبطال إفريقيا مغربيا 100%، بالرغم من صعوبة المهمة أقول بالنظر لنتيجة مباراتي الذهاب، لكن نتمنى يعني على الأقل أن يكون هناك طرف مغربي في المباراة النهائية، ولما لا أن يكون اللقب مغربيا. أما لكأس الكونفدرالية فالحال يعني لا يختلف، نأمل أن يتوج نهضة بركان باللقب وأن يعوض خسارة السنة الماضية ضد فريق مصري آخر هو الزمالك. اليوم يعني نهضة بركان يواجه بيراميدز فريق قوي، حتى يعني تقارب المستوى الفريقين في كأس الكاف هذا الموسم يصعب يعني التكهن بمن سيتوج باللقب، يعني فريق نهضة بركان وقع خط هجومه 27 هدفا، يعني متخلف فقط بثلاثة أهداف عن بيراميدز. على مستوى خط الدفاع هناك يعني أفضلية نسبية لفريق بيراميدز الذي دخلت مرماه 7 أهداف فقط مقابل تمام. 12 هدف سكنت مرمى نهضة بركان.
لكن كما قلت ثقتنا كبيرة في مكونات الفريق البرتغالي ولاعبيه وإطاره الوطني طارق السكتيوي من أجل الظفر بلقب كأس الكونفدرالية شكرا يا الذهبية. استاذ يوسف، طبعا وبعتذر لضيق الوقت ولكني بحترم يعني امنياتك وتوقعاتك جدا بامنياتك لصعود الانديه المغربيه للمباراه النهائيه، لان بطبيعه الحال انا كمان بتمنى صعود الاهلي والزمالك الى المباراه النهائيه، وبتمنى يعني حصول بيراميدز على الكونفدراليه ليكون السوبر المصري خالص. استاذ يوسف العريجي الصحفي بموقع سبورت 1 المغربي، احنا اهلا بيك وكنت شرفتني ونورتني النهارده. نرجع بقى لاخبارنا المحليه، والبدايه كانت مع يعني كاس مصر اللي كانت لعبت مباراه بالامس في ربع النهائي بين نادي المقاولون العرب ونادي الاتحاد السكندري. عماد النحاس كان في مواجهه حسام حسن اللي كان اول مباراه لي، تقدم عماد النحاس للمقاولون في بدايه يعني اللقاء، ولكن يعني لعيبه الاتحاد السكندري كانوا بيلعبوا لحد اخر لحظه ويتعادلوا، قدروا ان هم يفوزوا باللقاء في الدقيقه 94 عن طريق السيد سالم. قدر النادي الاتحاد السكندري ان هو يصعد لمباراه النصف النهائي، وينتظر الفائز من الاهلي وابو كرل الاسمده. يعني نتمنى كل التوفيق ل يعني او نقول نبارك للانديه الجماهيريه، ونبارك تحديدا لزعيم الثغر وجمهور الاتحاد السكندري في كل مكان لصعودهم لنصف النهائي كاس مصر. في عندنا اللي بعد الخبر اللي بعده، وهو اكبر لاعب في تاريخ العالم عز الدين بهادر، 75 سنه لاعب مصري، بالفعل هو أكبر لاعب في تاريخ العالم رسميا، ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. 75 سنة وقدر إن هو يلعب المباراة 90 دقيقة كاملة، ومش مباراة واحدة، لا ده مباراة واثنين وثلاثة، وقدر إن هو يدخل مباراة موسوعة جينيس للأرقام القياسية محطما كل الأرقام السابقة ليكون اللاعب الأكبر في تاريخ كرة القدم الأفريقية. نتمنى ليه طولة الصحة، ويعني إيه إن هو دايما يكون موجود والشباب موجود حتى مع كبر السن. يعني اتمنى ليه التوفيق طبعا. الخبر اللي بعده هو شركة استادات اللي انتهت من شراء اسهم نادي مصر المقاصة لتغيير اسم النادي الى نادي سيتي كلاب، وخلاص هيشتروا النادي وهيعلنوا عنه يوم الحد الجاي رسميا ان هم هيشتروا النادي خلاص، وهيشاركوا طبعا في الدوري الممتاز، ونادي مصر المقاصة هتكون هو الموسم الاخير ليه، هو الموسم ده والجولة الاخيرة ليه هتكون في خلال الاسبوع ده في الدوري المصري، وهنبدأ موسم جديد مع مصر المقاصة بنادي سيتي كلاب تحت إدارة شركة استادات. خبر تاني برضو هو الخبر المهم، لأن عندنا في الدوري المصري زي ما احنا متعودين دايما تغيير المدربين بيكون كتير جدا جدا، فدلوقتي كمان يعني ومن الطبيعي بقينا بنشوف المدربين بيتغيروا قبل الدوري ما يبدأ كمان. مرازي مدير فني لنادي البنك الأهلي تمت إقالته، والبنك الأهلي جاب جهاز فني جديد. جاب جهاز فني جديد بيتكون من إدارة فنية الكابتن محمد يوسف وعادل مصطفى مدرب عام وطارق سليمان مدرب حراس ومحمد رمضان مدرب مساعد. سريعا كده عايزين نقول مع بعض الجولة الأخيرة اللي أعلنها الاتحاد المصري غدا، أو أهم المباريات اللي هم ثلاث مباريات هي المهمة في الجولة الأخيرة من الدوري. المباراة الأولى هتتلعب يوم 26 أكتوبر الإسماعيلي والزمالك، وهتكون مباراة مهمة جدا في تحديد المركز الثاني. كده الزمالك هيلعب يوم 26 ويرجع يلعب يوم 1، ولو صعد النهائي بإذن الله يلعب يوم 6. اللي عندنا بقى في المباراة التانية وهي المباراة المهمة هي مباراة بيراميدز والمقاولون، هتكون يوم السبت 31، وهتكون برضو مباراة مهمة في حالة يعني لا قدر الله تعثر الزمالك، والمباراة هتكون في نفس اليوم يوم 31 طلائع الجيش والأهلي. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون الفقرة عجبتكم بإذن الله. كان معكم محمد عبد السلام في الفقرة الرياضية، وفي آخر الأسبوع دايما هتشوف الأخبار من منظور الشباب. فاصل قصير ونرجع مع أسماء الزميلة أسماء وجدي في الفقرة الاجتماعية.